السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم اخوكم ياسين من القناة سوف نقدم لكم فيديو جديد ليس عن ماينكرافت بل عن فيفا طريقة تحميل فيها بدون كراك او سلينا. اوكي اول شيء راح القانون تحميل اللعبة اضغطون اضغط كليك اليمين محافظة على التحول. اوكي اكشن انت حمد اوكي كنت احمل تكس باك مهم اي ازهر كنت احمل فقط في ان تغطونا تخطى اعلان. اوكي حجم اللعبة 6.34 جيجا. ملاحظة نسيت ما حطيت شاشة ملاحظة. اوكي شو اسمه انا جهازي مو قوي جدا ضعيف جهازي. اللي عنده جهاز ضعيف او شيء يقدر يحمل اللعبة. انا الان اضغط تقدر تحمل اللعبة و تلعبها اضغطون. اوكي انا كنت راح احملها حبسها بس الان راح احملها الان مشغول في شيء هون ما ابغى اقول لكم فيه لانشر رابين. اوكي مو مثل تكس باك هو مجايب في بعض الاشياء. اوكي الطريقة الثانية ما عنده انترنت يحملها هنا تذهب الى هون تنتظر 5 ثواني اضغط على خط اعلان. رابط الصفحة راح تلقان اسفل الفيديو صفحة ياسين مقري جيمز الالعاب فقط العاب. هنا حملوا انتم اي ازدهار تبغون وراح يعمل معكم. انا شباب كان معكم اخوكم ياسين مقري من قناة ياسين مقري. استوى لايك سبسكرايب كومنت تضغطون هنا. اوكي راح يبدا يحمل معكم ديركت. اوكي يب باي.